قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. نعم، التخصيص يسميه بعض السلف نسخ، يسميه بعض السلف النسخ، التخصيص يطلق على النسخ. وذلك تجد بعض كتب الناسخ والمنسوخ كبيرة جدا، لأن يدخلون التخصيص والتقييد كل يدخلون في النسخ، يسمونه النسخ. وبعضهم يقول النسخ لا، كما سيأتي النسخ، وهو إلغاء حكم متقدم بحكم متأخر عنه. فالقصد إذن أن التخصيص يقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني تخصيص القرآن الكريم بالقرآن الكريم، يخصصه، وهذا لا مانع منه. فالله تبارك لما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا الحين عام في كل مطلق، والمطلقات يشمل جميع يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب هذه مطلقة وما تعتد ثلاثة قروء، بل ولا يوم واحد. طيب، فقالوا هذه الآية خصصت النص العام، وهو قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصصت هذه الآية بغير المدخول بها، فغير المدخول بها لا تدخل في هذه الآية، خصصت، وإنما ليست عليها عدة. قال: وتخصيص الكتاب بالسنة. الكتاب لما يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، وحلائل أبنائكم، وأن تجمعوا بين الأختين. وقبلها قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما غسل. ثم بعدها قال: والمحصنات من النساء، هذه كلها محرمات. ثم ماذا قال بعدها؟ قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. جاءت السنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، هذه ما هي مذكورة في القرآن، ما هي مذكورة في القرآن. القرآن ذكر هذه المحرمات 15 محرمة تقريبا، ثم بعد ذلك قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. جاءت سنة قالت فيه بعد زيادة، وهذا تخصيص السنة للقرآن. بعضهم يسميه نسخا وبعضهم يسميه تخصيصا، والتخصيص أقرب من النسخ، لأنه سيأتينا هناك كلام لأهل العلم: هل السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن؟ فهنا قالوا هذا تخصيص، خصص القرآن بالسنة، خصص القرآن بالسنة. قال: وتخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، هذا أيضا قالوا وارد أن تخصص السنة بكتاب الله تبارك وتعالى، مثل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. جاء الآية وقالت: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا: فخصصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطوا الجزية، بينما هنا قال: أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، بدون ذكر الجزية، عام مطلق هكذا. فجاءت السنة، جاء القرآن قال: لا، اللي يعطون الجزية، الذين يعطون الجزية خصصهم غير، وليس عامة الناس، وإنما من أعطى الجزية يمكن أن لا يقاتل كذلك. قال: وتخصيص السنة بالسنة.
ممكن أن تخصص السنة بالسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، ثم هذا عام فيما سقت السماء العشر بغض النظر عن كميته كثير قليل ما بين، كل ما سقت السماء فيه العشر. فجاءت السنة قالت ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، على خلاف بين أهل الأحناف يقول لا كل ما سقت فيه العشر يأخذون بالنص العام هذا، وبعضهم يقول لا هو مخصص بالخمسة أوسق، اللي دون خمسة أوسق ما عليه زكاة، وإنما الزكاة فيما دون ذلك. وبعضهم يقول كما قال المؤلف هنا وتخصيص النطق بالقياس، هناك تخصيص بالإجماع أيضا، بعضهم يخصص بالإجماع مثل قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم الزاني والزانية، أو لما قال لما زنى الرجل بالمرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر جلد مئة، الثيب بالثيب جلد مئة، الثيب بالثيب جلد مئة، والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. هذا عام، نص عام. جاء الإجماع على أن العبد يجلد خمسين ما يجلد مئة، العبد يجلد خمسين ولا يجلد مئة، لقول الله تبارك فإن أحصن فعليهن نصف ما، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. قالوا فإذا كانت الأمة عقابها نصف ما على المحصنة فكذلك العبد عقابه نصف ما على الحر، الأمة والعبد شيء واحد. فخصصوا النص العام من قول النبي صلى الله عليه وسلم جلد مئة وتغريب عام، قالوا لا جلد خمسين لأن العبد كالأمة، والنبي والله تبارك يقول فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب، فأخذوه بالقياس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ونعني بالنطق قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مر الكتاب والسنة. نعم.